في غضون الجلسة العادية، الجلسة الثانية العادية لشهر فبراير للدورة العادية. طبعا مجموعة ديال النقاط اللي جات في جدول الأعمال تم إن شاء الله اللي غدا تأجل للدورة المقبلة حتى يتم، يعني أننا طبعا شفتوا على أن كاين قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، واللي هو واحد القرار اللي كيخص بالخصوص ممتلكات مدينة الدار، ممتلكات على العموم ديال الجماعات الترابية. فاليوم طبعا مدينة الدار البيضاء جات بنقاط عديدة داخل الممتلكات اللي فيها تفويتات ولا نزع الملكية، فيها القيمة تقييم ديال القيمة ديال هذاك القطعة الأرضية. فهاد النقاط كلها تم التأجيل ديالها لغاية البت في الموضوع يعني والتدقيق في المواضيع كلها. طبعا كانت نقاط ايضا جد مهمه، وانا كنعاود ناكد هذا الصراع مع الزمن من اجل اخراج المصنع الجديد ديال تتمين النفايات، ما بقاش فيه الوقت، سنه ونصف يلاه غادي نديروا اليوم، دوزنا لا بري كاليفيكاسيون، ان شاء الله في الدوره الماجيه غادي يكون دفتر تحملات، المصادقه على دفتر التحملات. بعد ذلك ان شاء الله شهر يونيو غادي يخص يعني البت في الملفات وطلبات العروض وافتتاح المزايده من اجل المصادقه على المستثمر الجديد لمطرح النفايات، اللي غادي خصنا واحد السنه للانجاز ديالو، لان الوقت ويعني والارض اللي كاينه اليوم ديال لو دوزيام كازي تقريبا غادي تاخذ واحد السنه ونص وغادي تعمر. ما بغيناش نرجعوا يعني المآسي اللي عاشها المطرح ديال مديونه القديم اللي بقى محلول 30 سنه. فاليوم كان ضروري على اننا نديروا شي حاجه. قرار جبائي ايضا اليوم عندنا الزاميه تحسين مداخل مدينه الدار البيضاء، وهذه الزاميه وهذا كله غيصب في صالح المواطن المغربي وصالح المواطن البيضاوي على الخصوص، لان كنطلبوا على ان الجماعه تقضي واحد الاغراض كثيره للمواطنين، منها تعبيد الطرق، من صيانة المساحات الخضراء، صيانة المنشآت اللي عندنا اليوم غدا وكتزاد لي تخيمي، العديد يعني من الالتزامات. طبعا عندنا المشكل ديال النقل، وعندنا العجل اللي غادي وكيتفاقم، التذكرة ما بغيناش نزيدوها، بالتالي كاين هذا العجل اللي كبير وكبير بزاف. فبالتالي هاد مجموعة ديال التحديات انا كنقولوا عليها تحديات، لان بالفعل كتطلب واحد المجهود كبير، خاصنا نزيدوا في الميزانيه الدار البيضاء، وخصوصا ان كنشوفوا كاين لو بوتونسييل. فالوعاء الجبائي اليوم اقترح واحد المجموعه ديال المقتضيات، منها رخص الهدم اللي كانت ب 500 درهم طلعت ل 1000 درهم، منها يعني ضريبه جديده اللي هي نقل النفايات، وجبنا مطرح جديد ثاني اللي ماشي هو المطرح ديال النفايات المنزليه بل مطرح للنفايات الهامده، سميناه مطرح الرتبه الثانيه، اللي غادي يمكن يدخلوا له بواحد الاتاوه اللي غادي يمكن لهم يخلصوها. فهادو كلهم اليوم الدار البيضاء اللي سولتيه ما عجبوش النفايات الهامده اللي للاسف متلاشيه داخل مدينه الدار البيضاء في جميع الازقه والشوارع، ولات كتعرف هاد الظاهره. فاليوم قلنا نحبسوا مع هاد الظاهره، دخلنا هاد يعني الخدمه جديده زدناها في دفتر التحملات ديال جمع النفايات، غادي تشوفوا ان لي بان غادي يبداو يتحطوا ان شاء الله في غضون الاسابيع المقبله، باش وهاد لي بان سانجيو لوكاليزاب، يعني غادي نعلموا الناس ونقولوا لهم فين كاينين لي بان، باش اوليو باش يحطوا في الارض يجي يحطوا في هاد لا بان. تكلمت على واحد المشكل مهم اللي ايضا خصنا اليوم نتفوا حوله، وهو نوعية النفايات اللي عندنا داخل مدينة الدار البيضاء. هي نفايات للأسف جد مغمورة بالمياه، فاليوم خصنا يعني نخدمو كبيضاويين جميع، أولا تقليص النفايات، لأن ثلث ميزانية كيمشي غير في هاد الجمع ديال النفايات، فمزيان نديرو شوية ديال أننا نخفضو من هاد النفايات اللي كنرميو يوميا، 4000 طن بزاف، 700 متر مكعب ديال الماده السائله اللي كتخرج من النفايات اللي كتدخل المطرح حتى هي كثيره بزاف. فخصنا نشتغلوا على هذا الموضوع، ويعني ويكون عمليه تحسيس، وهذا المنول ايضا من النساء ورجال الاعلام انكم تساعدونا في هذا الخصوص، لان الامر كيهمنا جميع. طبعا مركز النفايات كان اقتناء الارض لمركز النفايات الجديد في الدورات اللي سبقات، الحمد لله تم اقتناء الارض، اليوم غنمشيو لمرحله ديال انجاز المرفق. إلا كتكلم على المطرح ديال النفايات الهامده، فهو سيتون كارير اللي كاينه في النواصر، طبعا في اطار اتفاقيه لاعاده تاهيل هاد لا كارير، فايضا كان هناك عمل اللي مهم اليوم غادي تولي عندنا بحال عباره عن مطرح، ولكن غير خاص بالنفايات الهامده فقط. بالفعل ان هناك اليوم اتفاقيه اطار، ف تبعا احنا بغينا اليوم غير
نقنوا العلاقة مع شركة المياه المحلية، كيلعبوا واحد دور مهم ومهم جدا اليوم اللي غادي يبقى، وهو كيفية التعامل، كيفاش اتفاقية تصير في الوقت ديالها تنفذ بالمقتضيات ديالها، لجان التتبع شكون اللي كيكون فيها. فهادو كلهم بنود جاو طبقا طبعا في إطار الحكامة، لأن كان هناك توصيات من المجلس الأعلى للحسابات، وحنا ما خدينا غير القانون وخدينا كل ما يتعلق بمقتضيات المجلس الأعلى للحسابات وحطيناها على أرض الواقع ونزلناها، وكنظن على أنها مسألة جد إيجابية اللي غادي ترضي الجميع.